في البداية أشكرك وأشكر مشاهدي قناة اليوم. إذا أردنا أن نتحدث عن الموجة الإرهابية داخل قطاع شمال وجنوب سيناء، السبب الأساسي هو فكرة الفزاعة التي انتشرها المرتزقة داخل تلك المنطقة، ولا ننسى سقوط شهداء داخل أحد المساجد في منطقة بئر العبد في قطاع سيناء في وقت الصلاة، حينما دخل العديد من المرتزقة المسجد وقت صلاة الجمعة وقاموا بضرب المصلين وقت صلاتهم، ومات العديد من الأسر داخل تلك المسجد. وهنا كانت المعادلة يعني السياسية أو الفكر الإرهابي داخل تلك الحادثة، وأن هذا المسجد كان يوصف لأحد أو كان يوصف لقرية صوفية تختلف تماما على فكر الدواعش وفكر المرتزقة في تلك المنطقة، ومن هنا يعني أتت فكرة مقاتلة أو إطلاق النار على هؤلاء الشهداء داخل المسجد وهم يصلون. وهنا بدأت فكرة بؤرة الإرهاب باختلاف الطوائف الدينية داخل القطاع سيناء. وهنا نقطة أساسية، أن المجتمع السيناوي هو مجتمع قبائلي، وهو المجتمع القبائلي له عاداته وتقاليده مختلفة تماما عن عادات وتقاليد الجماعات الإرهابية التي لا تميز ما بين مسلم أو غير مسلم. وهنا نتحدث على تلك المشكلة، هي مشكلة بور الإرهاب داخل القطاع السيناوي، ومع محاربة القبائل السيناوية ومحاربة الجيش المصري تلك البؤر الإرهابية الخارجة عن القانون والخارجة عن القطاع السيناوي، وتشكل مجال عدم استقرار داخل سيناء. والنقطة الثانية هي نقطة مهمة، وهو بناء العديد من الأنفاق داخل القطاع سيناء يصل إلى باب رفح ومنطقة رفح يعني المجاورة إلى القطاع الفلسطيني. وهنا نقول أن الدخول في تلك المنطقة من جماعات وإرهابيين ودواعش والقاعدة شكلت خطورة كبيرة على المنطقة العسكرية، إن كانت المنطقة رقم ب أو المنطقة رقم جيم المناصفة ما بين مصر وما بين القطاع الفلسطيني. وهنا أكدت القوات المسلحة أكثر من مرة أنها قامت بضرب تلك الأنفاق في قطاع سيناء لكي تقطع الطريق على الإرهابيين بشكل كبير بتواجدهم في تلك المنطقة. هنا لأن الحادثة الأخيرة التي تمت، أقول أن هناك يعني أنفاس أخيرة للقطاع الإرهابي في سيناء. هذه الأنفاس الأخيرة في يعني التمركز أو في نشر بعض أو الضربات، أقول أنها موجعة للقطاع العسكري في مصر، لكن استطاع الجيش المصري أن يقوم بالصد المنيع لتلك الجماعات. ولا ننسى عملية يعني نقل التفريغ الجيش المصري صدت كما قلتم، يعني هناك نوع من كما تفضلتم أيضا بأنها قامت بحفر أنفاق، يعني هناك عمليات صد من جانب هذه الجماعات الإرهابية للجيش المصري. يعني هنا يكثر وتساؤلات حول يعني هذه النقطة تحديدا، يعني عملية التمويل كيف تكون، من أين وكيف وصلوا إلى هذه النقطة وما إلى ذلك. يعني دعنا أقول لك أن النقطة التي وضعها وأنا أقولها بشكل صريح الكيان الصهيوني بأن يكون هناك نقطة بديلة لتواجد إسرائيل في القطاع السيناوي. هذه النقطة البديلة هو الدفع بعربات محملة بالأسلحة الكثيرة للمرتزقة، تواجد المرتزقة في تلك المنطقة، أحداث خطف لأبناء وأبناء كبار القبائل في سيناء حتى أن يكون هناك رهائن ما بين القبائل السيناوية وما بين تلك المرتزقة. قصص كثيرة أراد الكيان الصهيوني أن يخلقها في منطقة سيناء على مدار تلك السنوات بعد التحرير الذي قام به رئيس أنور السادات للأراضي السيناوية. كانت هنا هذه النقطة الفارقة بتواجد فزاعة إرهابية داخل منطقة سيناء حتى أن يكون هناك مبرر أساسي عسكري من القوات الإسرائيلية بدخول سيناء مرة أخرى، ولكن ليس الآن في المستقبل. هنا نقطة العديد من السياسيين لا يستطيع أن يذكرها
في العديد من الأوقات متخوفا لإظهار تلك المخطط الصهيوني داخل القطاع أو القطاع العربي وداخل القطاع المصري. هنا نقطة أساسية، كيف يتم التصرف مع البؤر الإرهابية؟ الحكمة المصرية أنه يتصرف مع البؤر الإرهابية وأيضا يحمي القبائل السنوية، أن هناك عديد من أبناء القبائل السنوية تعاون مع تلك المرتزقة في نشر تلك الإرهاب في داخل سيناء، وهنا كانت أصعب المواقف التي واجهت الجيش المصري في مواجهة أبناء القبائل السنوية وفي السيطرة على تلك المنافذ الإرهابية وفي القبض عليهم من خلال أيضا مساعدة يعني هناك من قبائل زعماء من تلك سيناء القبائل يعني السنوية. تساند هذه الجماعات الإرهابية دكتور محمود. جزءا منها طيب ليس الكل. هنا نقطة يعني أساسية، وهذه النقطة الأساسية استطاع الإرهاب أن ينشر نفوذه المالية الذي يعني يستقطب بها العديد من الشباب، وكما قلت لك في تماما السابق المشكلة التي كانت في بئر العبد هي مشكلة ما بين الطائفة الصوفية وما بين الدواعش، وقاموا إن كان يعني باستقطاب. كما قلتم دكتور محمود بأن لدى يعني إسرائيل نوعا ما يد في ما يحصل في هذه البقعة الجغرافية كما تفضلتم منطقة سيناء، يعني الحكومة أو يعني مصر كيف تقرأ، يعني الحكومة المصرية كيف تقرأ هذا التوجه، إن كان فعليا يعني هناك ما يتم الحديث عن هذه النقطة وهذه المحاولات من جانبها لي يعني أن تأخذ هذه المنطقة أيضا وكما فعلت بفلسطين. دعنا نقول لك يعني كانت هناك فجعة منذ أيام قليلة في وقت العيد الذي خاص بالطائفة اليهودية، حينما أتى العديد من أبناء إسرائيل في منطقة طابة وقاموا بزيارة كاملة لهذه المنطقة التي حررها العديد من الشهداء أبطال الجيش المصري. وهنا كان بعض المواقف المحرجة التي يعني تصدرت الحكومة المصرية لإثباتها، أن هناك معاهدة سلام ما بين الحكومة المصرية وما بين ما بين مصر وما بين إسرائيل، ومن ضمن اتفاقية السلام تواجد هؤلاء للاحتفال في منطقة طابة، المنطقة الأساسي يعني تصدير إسرائيل مرة أخرى إلى فكرة المعتقد الديني أنها تريد أن تحصل على سيناء، أنها مركز كان أساسيا للديانة اليهودية وإلى تواجد سيدنا موسى في عليه السلام. هنا نقطة، المواجهة الحكومة المصرية واجهت بالفعل تلك المحاولات، قضت على جزء كبير جدا من المرتزقة على مرار السنوات من أنو أرسلت حتى الآن أصبح هناك نتيجة فعلية لبداية نهضة داخل تمام، القطاع السيناوي. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به من إيضاحات في هذه الساعة الإخبارية. ضيف من القاهرة الدكتور محمود حسين عامر، رئيس مركز سعود زايد للدراسات البحثية والسياسية والاستراتيجية.